احنا انا عايز انا احترامي الشديد لكل تصريحات المسؤولين اللي هم عصروا الشيء، لان انا لا ادعي معاصرتي لهذه الاحداث مثلهم، ولكن انا هرد رد بسيط جدا. في فبراير 2011 احنا دخلنا حجم من القوات الى المنطقه به سعيا وراء هذه العناصر، سعيا وراء وبموافقه من الجانب الاخر، وكانت اقيمت عليهم هاله كبيره جدا. ازاي واحنا كام ديفيد وما كانش ديفيد ولا قوات ولازم دخلنا قوات وبالاتفاق مع الجانب الاخر وجرت ورا هذه العناصر ونظفتها من المنطقه دي. عدا مناطق احنا كلنا نعلمها او احنا كعسكريين نعلمها ولها اسبقيه قادمه مش هتتساب. وباكد قدام الراي العام ان كل مناطق سيناء محطوطه بالاسبقيات، ولكن ليس من الذكاء ومن الفطنه ان افتح نفسي على كل المناطق مره واحده. لازم امشط المناطق تدريجيا واحده واحده، لان مناطق شاسعه زي ما حضرتك قلتي وبتتاخد حجم كبير من القوات، وانا مش عايز اورط قواتي وانا مش عايز استنزف قواتي، وانا من العار عليا ان انا استنزف جيش مصر في عمليه ماينور جانبيه زي دي. لا، جيش مصر له مهام رئيسية، لذلك هذه العملية احنا محتاجين نعملها في هدوء وفي بساطة وفي زمن قياسي ايضا في نفس الوقت عشان نخلص من هذه البؤرة. امبارح تم القبض على قيادي جهادي كبير الشرطة وغيره، وفي ثلاثة في غيره في ايام قبل كده وايام قبل كده في ثلاثة، بس ده كان في قوات رهيبة عشان تقبض على شخص هذا رهيبة. شوفي الملحوظة اللي حضرتك، رهيبة. لا وامكانيات رهيبة عشان شخص جميل. شوفي بقى العبارة شفتي حضرتك قلتيها دي عشان حضرتك في نقطتين لا تعلميهم احترامي، وده مش ذنبك طبعا. عشان في حيثيات في إدارة هذا العمل لازم يكون فيه. اول حيثية ان القوات المسلحة ليس لها الحق في اقتحام اي مناطق فيها سكان او منازل، ايوه، لانها ما عندهاش حق. هذا لا، مين اللي عنده الحق؟ الشرطه. لذلك الشرطه ماشيه مع القوات المسلحه. صحيح. لما اجي عند منطقه الاقتحام والظبط هدخله الشرطه اللي عشان ابقى ماشي بسياده القانون، والشرطه اللي قبضت عليه امبارح رغم ان ده ضد الامن القومي وبيدمر في الامن القومي. الا ان انا بحط الشرطه، صح كده؟ يبقى ما تقولي الحجم الكبير، حجم كبير عشان اعمل عمليه نظيفه وطبقا للقانون عشان لا اورط قانونيا. ده نمره واحد. نمره اتنين، العمل في المناطق المأهوله بالسكان يا استاذه هاله عمل معقد، لانك انت لو اخذتي الحابل بالنابل واخذتي عاطل مع باطل ناس كتير هتموت، واحنا مش موجودين عشان نموت الناس. احنا علاقتنا بشعب مصر علاقه وطيده جميلة عميقة، وخاصة مع شعب سيناء. القوات المسلحة مع شعب سيناء علاقتها وطيدة وطيدة. ليه؟ احنا حاربنا مع الناس دي. الناس دي كانوا في يوم من الأيام مصدر المعلومات للمجموعة 39 قتالة التي كانت تقلق العدو في سيناء. الناس دي فيهم شيوخ محترمين رفضوا تدويل سيناء عن مصر، فيهم ناس صحيح. انا بقول حضرتك انا احمل هذا الجميل لشعب سيناء، وانا لا، عشان كده احنا مش عايزين نخلط الاوراق. ما هو خطا نقول عليه خطا، ما هو صح نقول عليه صح. شيوخ سيناء رفضوا تدويل وهذا الجيل في لحظه اللي كانوا شباب توقفوا بشده، وهذا الجيل اللي كانوا شباب وحاربوا معانا كانوا الادله اللي دخلتنا على مناطق العمل بتاعتنا واحنا بنشتغل كمجموعات استطلاع. اذا الموضوع يا استاذه هاله موضوع لا يتجزأ، لكن معالجته بقى، بصي بقى الحكمه تتم على ثلاث محاور. معالجته تتم على ثلاث محاور. اول محور مراعاه الحسم في العلاقات مع الدول التي قد يكون لها دور في هذه العمليه. نمره اثنين اللي هم يعني اسرائيل وامريكا. ليه؟ والسلطه الفلسطينيه وقطاع غزه حماس طبعًا. احنا مش هنحط دماغتنا في الرمل تاني. خلاص. نمره اثنين، يجب ان نتقي الله في تعاملنا مع الناس بتوع سينا، ونعاملهم على انهم مواطنين مصريين. واذا كان فيهم بعض الناس اللي شذت فمش معناه ان الناس دي غالبيه، لا، دول
أقلية يمكن تقويمهم، ولو أنهم مستقوين ببعض من أسموا نفسهم جماعات جهادية، جهاد سلفي وتكفير ومش عارف إيه، وناس جاية من كل حد ونسل، لأن مناخ منطقة عمليات جديدة ومرتزقة بيدفع لهم فلوس، بدل ما أنقل شغلانتي من الورشة الفلانية في أفغانستان للورشة الفلانية في باكستان للورشة الفلانية في سيناء، فلوس بتدفع، يبقى ليه ما روحش؟ نمرة ثلاثة، القوات المسلحة يجب ألا تتورط في أعمال قتال طويلة ولا كبيرة تستنزفها في مثل هذا العمل. دول الثلاث محاور اللي أنا لازم أعالج عليهم القضية وأبقى ذكي في استخدام القوات المسلحة وفي التعامل مع شعبي وفي التعامل مع القوى الخارجية اللي لها علاقة بهذا الحدث. ما رأي سعادتك يا فندم في يعني تصريح بعض الأفراد أو المنتمين للتيار الإسلامي أو تصريح أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين إنه إحنا حماس هم إحنا وهم وإحنا هم؟ المرشد نفسه قال كده، الأستاذ صفوت حجازي قال إحنا حماس وحماس إحنا. رأي ده كلام مبالغ فيه وكلام لو حطيناه على أرض الواقع يضر بالأمن القومي للقضية الفلسطينية قبل ما يضر بالأمن القومي لمصر، لأن المبالغة في تسمية وتحديد الهويات والعلاقات يؤدي ببناء عدائيات. لأن زي ما قلنا، لو أنا بقول أنا وفلان إيه حاجة واحدة، يبقى أنت لا مؤاخذة أي تهمة هيوجهها المجتمع الدولي لفلان ما ممكن يوجهها لك بكرة. يبقى أنت جرتني ليه لهذه المعادلة؟ ما تجرجرنيش لمعادلة أنا لا ليس لي ناقة ولا جمل فيها. بيقول لك دي بداية أول خطوة للخلافة الإسلامية، إن إحنا أننا يا سيدتي الفاضلة، مصر دولة مدنية ولن يستطيع أحد كائنا من كان أن يحولها إلى دولة لا إسلامية لا دينية ولا خلافية. مصر دولة إسلامية وسطية بطبيعتها، بطبيعة نفسها، لكنها دولة مدنية، مدنية لن يستطيع أحد أن يحولها، كان من كان، حاول من حاول، لأنه حينتحر، لأنه حيصطدم بإرادة أمة، مش إرادة واحد ولا اتنين، دي إرادة أمة بس، عشان بس إيه محدش يهوشنا بالكلام. هل في أي معلومات عن توطين عدد كبير من الفلسطينيين في سيناء؟ دي تبقى نصيبة، دي تبقى نصيبة، ده يبقى أول خطوة في تزويب القضية الفلسطينية اتخذت، والاتفاق اللي رفضه عبد الناصر من 60 سنة واللي كان معروض فيه بأيامها 70 مليار دولار ومبادلة منطقة من هنا بهنا، يبقى كأننا بننفذه، وإحنا لماذا أدفع فيما يمكن أن أحصل عليه بلا مقابل؟ مش ده مبدأ كيسنجر؟ أيوة. قال كده، قال لماذا أدفع فيما يمكن أن أحصل عليه بلا مقابل؟ إذن إحنا كأننا، وأنا أعتقد كل ده أستاذة هالة يرى بعض لا يس... إحنا لا نقف مع القضية الفلسطينية أنا أقف مع القضية الفلسطينية أنا طول عمري واقف مع القضية الفلسطينية أنا طول عمري بدفع لصالح القضية الفلسطينية، ولكن ليس على حساب الأمن القومي المصري لهذه الدرجة. كان الأمن القومي المصري قويا اقتصاديا، قويا عسكريا، قويا 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 من كله. النهاردة لم يبقى لنا سوى القوة العسكرية. هنبددها كمان؟ لا لا، هناك محاذير. الأمن القومي يحسب بميزان من ذهب. إمتى أتدخل بقدرة عسكرية لصالح مرحلة معينة أو لصالح تسييس هدف معين؟ دي حسابات كبيرة محدش يقدر يتخذها إلا إذا كان هناك مجموعة صناعة قرار قوية لها خبرة، وإحنا الحمد لله لسه بنقول يا هادي، لا عندنا الخبرة ولا عندنا حاجة، لسه بنقول يا هادي.